مشاهدين نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. مخترع سعودي يبتكر حجرة تحتوي على نظام متكامل لإطفاء وإخماد حرائق آبار النفط وما شابهها. عشوان الدوسري مخترع سعودي متخصص في مجال الإطفاء والسلامة، له العديد من الاختراعات المتعلقة بوسائل السلامة، من أهمها حجرة الإطفاء الذاتي التي تحتوي على نظام متكامل لعملية الإطفاء وإخماد حرائق آبار النفط والغاز أو ما شابهها. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. آلة مخروطية تحتوي نظاما ميكانيكيا لإطفاء حرائق الآبار النفطية التي تستهلك عادة الكثير من الجهد والوقت والمال لإطفائها، ابتكرها المخترع السعودي عشوان الدوسري، وحصل على براءة اختراعها من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. يعمل الاختراع هذا على إطفاء آبار النفط والغاز خلال ثواني وبتكلفة زهيدة بالنسبة للطرق التقليدية، وكذلك بإمكان شخص واحد القيام بعملية الإطفاء. الاختراع هذا ممكن أنه يستخدم في المناطق التي لا تتوفر فيها مياه، بحيث أنه الاختراع هذا يعمل على كسر سلسلة التفاعل الكيميائي بطريقة مزدوجة، بحيث يقضي على عناصر الحريق الثلاثة كلها في وقت واحد. الاختراع المسمى بحجرة الإطفاء الذاتية عبارة عن نظام متكامل لعملية الإطفاء وإخماد حرائق آبار النفط والغاز أو ما شابهها في وقت تعد فيه حرائق آبار النفط حول العالم من أخطر أنواع التلوث البيئي الذي يصعب إخمادها بسهولة، الأمر الذي يشكل هاجسا للعديد من الدول والمنظمات. اختراع حجرة الإطفاء الذاتية سوف يعمل على نقلة نوعية في عمليات الإطفاء، وخصوصا إطفاء آبار النفط والغاز، وكذلك يساهم في المحافظة على البيئة، بحيث أن الطرق التقليدية تستغرق إلى عدة أشهر في عملية الإطفاء. النتائج الأولية لهذا الابتكار كانت مشجعة لتطبيقه على أرض الواقع، وتم تصنيع نموذج أولي منه بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ممثلة ببادر للتصنيع المتقدم. تم احتضان مشروع حجرة الإطفاء الذاتية بهدف مساعدة المخترع عشوان الدوسري لهيكلة العمل التجاري ودخوله للسوق. نقدم المساعدات طبعا من خلال الاستشارات التقنية المتخصصة، من خلال إعداد دراسات الجدوى، ومن خلال العلاقات العامة وتسويق المنتج. تم ولله الحمد دعم الاختراع في إعداد النموذج الأولي وتجربة الاختراع واختباره، وكانت نتائج ولله الحمد مبهرة. الآن نحن في صدد اعتماد الاختراع لدى المنظمات العالمية للحماية من الحريق، وبإذن الله بعد سيأتي ذلك تسويق الاختراع عالميا. عشوان الدوسري ما هو إلا نموذج من أبناء هذا الوطن المعطاء الذي يملك عقولا قادرة على الإنتاج والإبداع في ظل الدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة لأبناء هذا الوطن.